وكان خرج من الدوري ديال عصبة الأبطال الإفريقية مشاركة مرة واحدة، ولكن خرج في الدور الأول أيضا. عزيز العمري، الفرق ديالنا عنده 3 سنوات، يعني التجربة ديالو ماشي كبيرة. ثانيا هذا الفريق اللي اليوم كنا احنا أفضل منه بشهادة الجميع، هو عنده 6 ديال المشاركات، وهو عنده تجربة أكثر منا، لأنه أولا لعب مع فريق مغربي اللي هو فريق الرجاء، إذا عنده واحد ليكسبيريونس على لو فوتبولور ماروكان وعلى الفوتبول ماروكان وعلى لي زيكيب ماروكان. حنا ما عمرنا لعبنا مع شي فرقة من نيوزيلندا باش نعرفوهم كي دايرين، إذا حنا كنا شي شوية في واحد دون باس اللي هي تعذبنا في الأول، لأن في الأول كانوا ماشي ضعاف، يعني دخلوا واحد الوقت 10 دقائق الأولى ولا 4 ساعة، كانوا كنا حنا خصنا نعرفوهم كي دايرين. ففعلا تحكمنا في المقابلة، ما انتصرناش وما انهزمناش. ما انتصرناش ما انهزمناش. ثم التغيير ديال خطة اللاعب الاستحواذ دون الفعالية، يعني احتكار الكرة، فالاحتكار ديال الكرة وحرمان الخصم من الكرة، هذه من العوامل اللي كيعمل عليها كل مدرب. ولكن عز العمري عنده رأيه يحترم. ما كنلعبوش 3-5-2 بديل الأولى. ثانيا الاستحواذ على الكره ماشي سهل باش تستحوذ عليها، ودائما حنا اللي كنستحوذوا عليها اليوم وفي المقابلات كلها اللي كنزرعوا في البطوله، ماشي سهل تستحوذ على الكره. كيبقى الفعاليه بعكسها، كتكون الفرديات خاصها هي اللي تكمل العمل، اما بالمراوغه اما بالقذف اما يعني واحد المسائل اللي بعيده عن المدرب، لان بعكسها ملي كيكونوا يعني الاخطاء في الامام يعني عند المهاجمين راه ما عندش، لان المدرب في واحد الاتجاه اللي هو في الهجوم عنده غير 30%، يعني في ليزوتوماتيزم والخدمه مع لي جوار عنده 30% اللي كيعطي، 70% خصها تكون ديال اللعاب بالتقنيات ديالو والمراوغات ديالو والفات ديالو هما اللي كيعطيو الاضافه. MFM الإذاعة اللي كتستمع لكم 24 ساعة على 24. أخبار، أكتواليتي، حوارات، انترفيو، روبورتاجات، روبورتاج، ضيف الأسبوع، انفيتي، نصائح عملية، كونساي براتيك، tous ceux qui font l'automobile.